مرحبا يا ردي بنات، كيفكم؟ اليوم انا مع صديقي ميشا. انا وميشا اليوم نلعب لعبه البحث. واللعبه هي هيك، عندنا هونك زي اشكال ملونين كل واحد بلون. وايش بدنا نعمل هون ميشا؟ بدنا ندور على الاشكال جوه الصحن. جوه الوعاء. وعاء. واذا طلع لنا نفس الاشكال ونفس الالوان بنربح. بس قبل لازم نقرر انت اي لون بدك يطلع لك. انا بدي اللون الزهري. واللون مثلا هات البرتقال. طيب خذين هذول الاثنين، هذول اللونين. مين شو قرر انه ياخذ لون زهري ولون برتقال؟ هسه بغمض عينيه وحط هاي على عينيه، بحط ايديه هون بيطلع ست اشكال. اذا من الست اشكال طلع له اثنين نفس اللون، واللعبه عندها ثلاث مراحل. وانا بدي انقي لون اخضر واحمر. طيب هذول نفس لونين، بربح ميشا. اذا ما طلعش معه بخسر. اذا ما فهمتوش اللعبه وما فسرتهاش منيح هسه حتفهموا. جاهز ميشا؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة. اي صارت ثلاثة. وينك وينك؟ تعالي. يلا ليش عم تعمل؟ هي مش انا. طيب انا طلعت قد ايه طلعت انت؟ واحد اثنين ثلاثة. انا اي لون اخترت؟ لون البرتقال وزهري. زهرة طلع لي وبرتقالة طلع لي. ميشو ربحني. انا طلع لي بس لون واحد احمر، ما طلع ليش. انا دايما بربح. طيب ميشو ربح. استا للمرحلة الثانية باللعبة. جاهز؟ جاهز. استا اجا للمرحلة الثانية. زي ندور على هكا خرزات بشكل طابي. الرز الدعاء ملان رز. طيب جاهز ميشا؟ جاهز. لازم نطلع قد ايه بدك نطلع؟ عشرة. عشرة؟ طيب جاهز؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة. وين الطبات مش فيه ولا طابت؟ عشرة. خلص ربحتك ربحتك، مش حاجة تدور. يعني قدامك الطبات. وين كانوا دول مختفيين؟ يعني اسا واحد لميشا، نقطة لميشا ونقطة إلي. يعني إسا بعد في مرحلة واحدة وهي المرحلة الحاسمة اللي بتقرر إذا أنا ربح ولا ميشا. إسا إجا دور المرحلة الثالثة. جاهز ميشا؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة. المرحلة الثالثة أصعب مرحلة. أصعب مرحلة من كل المراحل. المرحلة الثالثة هي هيك. أول إشي عنا وقت محدد. ثاني إشي عنا أشكال والوان. والوان بس هون الالوان بتفرقش. لازم نطلع من المي واحنا مغمضين عينينا، لازم نطلع واحده بس مش نطلع من نفس الشكل مرتين. فيعني لازم نتذكر اي اشكال طلعنا. عندنا شكل وردي، نجمي، فراشه، قلب، كرات صغار. كرات صغار. ايات نحط 3 دقائق وبس يخلص الوقت اللي بيكون مطلع اكثر شيء اشكال هو اللي بيربح. عينت عدي او نص. طيب جاهز ميشا؟ يلا غطي غطي عينيك. واحد اثنين ثلاثة. خلصت. طلعت وردي، قلم، فراشي، كرة، نجمة. ياي. انا طلعت فراشي، نجمتين، ووردة، وقلب. ايش كان ناقصك يعني؟ كرة. طيب ميشا مش مهم، انا المرة ربحت، مرة جاي انت بتربح، مرة انا بخسر، مرة انت بتخسر. هيك اللعبة صح؟ صح صح. انت زعلان؟ لا لا بضربك. فرحان. طرشقنا مي. طيب يا ولاد يا بنات اكتبوا لنا تحت بالتعليق شو رايكم بهذا الفيديو. بهذا الفيديو تنسوش تبص على كبات سبسكرايب. يلا الى اللقاء. الى اللقاء. لكل اصدقائنا في المانيا، دنمارك والسويد، بنحب ندعيكم على عرض فوز موز وتوت مع المندرينه والبطيخه اللي راح يصير في مدينه برلين، كوبنهاجن، يوتيبوري،
هنسنبوري وستوكهولم. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم فوق كل التفاصيل الحصول على التذاكر، وإحنا منتظركم. إلى اللقاء مرة واحدة وخلص. راح نعمل حفلة، بتحبونا؟ بتحبوا ضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.